بصوا خلينا نتفق على حاجه الاول. ايه عاملين ايه؟ السلام عليكم. الصفه اللي مش هتعرفي ان انت تتاقلمي عليها او معاها في خطيبك او الشخص اللي متقدم لك قبل الجواز، اوعي تدخلي في مرحله الجواز علشان غالبا مش هتتغير. يعني الراجل ما ينفعش يكون مثلا بتاع حاجه 20 سنه 30 سنه، يعني اقول مثلا 25 سنه، عنده صفة معينة بيعملها ومتمسك بيها واخد عليها، وتيجي انت بعد الجواز يعني خلاص يعني هيغيرها. لا مش هيغيرها. يعني انا بتكلم في الصفات الدايمة الا ما رحم ربي، يعني حاجات بسيطة الراجل ممكن يقدر ان هو يتغلب عليها على نفسه. لكن انت في حاجة مش هيعرف يغيرها، بتجدلي في ايه؟ بتأوحي في ايه؟ بتجربي في نفسك ولا بتجربي فيه؟ ولا بتجربي في العيشة اللي هتبوظ؟ ولا بتجربي في الحياة اللي ممكن تتخرب؟ انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه يا جدعان؟ يعني انتوا معقول انت شخص انت متقدمه مش عارفه صفاته ومش عارفه ايه اللي تقدري تستحمليه تتاقلمي عليه، اللي ما تقدريش تستحمليه تتاقلمي عليه؟ يعني دي ده عقل ممكن يخلينا نجازف بحياه كامله، نجازف باستقرار، نجازف بكلمه طالق دي او طلقني او انا مش قادره اكمل او انا اكتشفت ان انت شخص مختلف او شخص غريب. لا مفيش حد بيتغير على فكره مره واحده كده، بتبقى فيه بوادر، بتبقى فيه حاجات بتنبهك. خلي بالك الشخص ده كذا. لو هنتكلم في موضوع الصلاه والكلام ده، بيبان جالكوا زياره، بيبان حرصه على الصلاه، بيبان انا عايزه اقوم اصلي. الا في ناس بارعه في الكذب وبارعه ان هي تقدر ان هي تغير من شخصيتها، تثبت جلدها من الاخر. بابا جه؟ بابا استنى، راح فين؟ هو راح فين؟ طبعا احنا في الشارع وقاعدين مستنيين الباشمهندس عشان يجي. الباشمهندس جه، يلا هناكل؟ يلا. طب الى لقاء اخر بقى، نكمل كلامنا بقى ما دام احنا كلنا. ف الطباع بتبان، واللي متعود على حاجه بيبان، واللي يقدر يعمل حاجه بيبان، واللي مش هيقدر يكمل في طبع بيبان. ما تتصورش ان انت لما تدخل على خطيبتك او حاجه بطبع مختلف او بطبع مصطنع وتقول لها بقى انا بعمل كذا او انا دي صفاتي، خلاص يعني الحياه تبقى كده ما بينكم، هتتجوزوا وهي هتعرف صفاتها وتعرف صفاتك، والحياه تبقى سودة وهتبقى خناقات ومشاكل وقرف. طب ليه يا جماعه؟ ليه؟ خليكم الاول سالكين، يعني اسلكوا من الاول. وانت حبيبتي لو ما لقيتيش نفسك مع الشخص ده ما تكمليش، الا غصبك انك تكملي. اتخبي مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين والف، ايه اللي يخليكي تكملي؟ يعني ايه اللي يخلينا يا جماعه نختار غلط وبعدين نقول يا يا ريتني ما كملت، يا دي الحياه بقت وحشه؟ ده ما ينفعش، ما ينفعش.